دابا هاد الملاعب بحال اللي وقع لنا في بوجدور يمكنش نلعبوا في هاد الفريق. الملاعب ديال الدس خصك تخير التاكتيك ديالك، يعني انت كتلعب بواحد التاكتيك كتدرب بواحد الطريقه، ولكن في مباراه خصك ديك الطريقه ما تصلحش، لان ما يمكنش الملعب ما تساعدكش باش تقدم واحد الكره اللي كتدرب عليها واللي باغي انت توصل بها للمرمى. اذا كنحاولوا ان شاء الله نبدلوا طريقه اللعب ان شاء الله، لان الملعب ما ساعدناش بوجدور مع الريح مع الدس، يعني الملعب كيف ماشي ديال كره القدم. انا كنتمنى الجامعه ان السنتيتيك العشب الاصطناعي راه عنده واحد المده، تا هو راه ما يمكنش يتجاوز المده ديال 5 سنين، راه تيولي دس تيولي يعني السلامه ديال اللاعبين في خطر. ما تتلعبش كره، كره تتولي بحال التنيسه كتضرب، يعني كتولي تتفيبري ما كتحكمش في الكره. اذا كنتمناو دابا راه كاين تشادله اللي دابا